يعني انا متوقع مع منتخب مثلا، مصر انا متوقع اللي هيك يعني 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 مش عارف مش فاكر الطريق المجموعات. بتاعهم تونس ممكن تبقى بشكل كبير جدا في السيمي فاينال او في الفاينال. نعم. منتخب تونس هيبقى منتخب قوي جدا في افريقيا، لان منتخب تونس يعني عنده مدرب كويس، منتخب قوي عنده عناصر كويسه، رغم خلافي طبعا على فكره استبعاد علي معلول، ولكن واضح ان في ضبط وربط، واضح ان في اسلوب وسيستم كبير جدا. انا شايف ان علي معلول كان لازم يبقى اساسي، بس انا بتكلم بخلاف كده، فكره ان انت تقدري تستبعدي نجم بالشكل ده وتقدري تسيطري على الفرقه بالشكل ده، واضح ان المنتخب التونسي جاي مركز جدا، واضح في نتائجه في الماتشات الوديه. فانا الفرقه دي اللي بقلق منها، يعني انا قلق من تونس، قلق من المغرب، قلق من الجزائر، ما قلقش من المنتخبات الافريقيه. اه طبعا عندهم امكانيات جباره، يعني مثلا السنغال هي رقم واحد في افريقيا دلوقتي. بس لا، لو احنا بقدراتنا ديت وسط جمهورنا على ارضنا، لا ممكن باذن الله باذن الله نكسب اي منتخب افريقي.